شاومي تكشف رسمياً عن ريدمي A2 الجيل الثاني من سلسلة جد اقتصادية رأت النور قبل بضعة أشهر. تقدم السلسلة مواصفات دنيا بسعر جد اقتصادي مناسبة لأصحاب الدخل المحدود الذين يصعب عليهم شراء هاتف بمئات الدولارات. لنتعرف أكثر على ما يقدمه ريدمي A2 لهذه الفئة. مراجعة سريعة. بقيت شاومي على نفس تصميم ريدمي A1 وطبقته بالحرف على A2. نافذة الكاميرات جاءت بالتصميم المربع بحواف مقعرة مع عدستين متراصتين وفلاش LED. الظهر بملمس جلدي مريح ويعجبنا فيه مقاومته للبصمات عكس الظهر الزجاجي الذي يترك فيه الكثير من آثار البصمة. بالأمام نوتش على شكل حرف V للكاميرا الأمامية وحافة كبيرة قليلا في الأسفل. على اليمين زر الطاقة وأزرار خفض ورفع الصوت، وعلى اليسار مدخل شريحتي الاتصال والكارت ممري، في الأسفل سبيكر مدخل سماعة 3.5 ملم، ومع الأسف منفذ الشحن مايكرو USB. يوجد أيضا سبيكر ثاني في الأعلى لكن لم تذكر الشركة دعمه لصوت السيريو. ومع الأسف الهاتف لا يقدم مستشعر بصمة لكنه متاح في ريدمي A2 Plus القادم بنفس المواصفات. الهاتف يأتي أسمك بقليل من الهواتف الأخرى حيث يبلغ 9.1 ملم مع وزن مقبول 192 جرام. شاشة الهاتف عبارة عن لوحة LCD مقاس 6.52 انش بدقة HD Plus تقدم جودة عرض مقبولة بالنسبة لهاتف جد اقتصادي. طبعا لن تنتظر لهاتف بمئة دولار أن يقدم لوحة أموليد أو دقة Full HD. يعمل الهاتف بنظام أندرويد 12 نسخة Go المخففة ليتكافأ مع عتاد الجهاز الاقتصادي المكون من معالج هيليو G36 من ميديا تيك 8 نواة بتردد 2.2 جيجاهرتز، يجعله قادرا على تأدية المهام الاقتصادية بكفاءة أعلى من الهواتف الموجودة في نفس الفئة. ويقدم الهاتف خيارين من الرام 2 أو 3 جيجابايت من نوع LPDDR4X بسعة تخزين 32 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، ويمكن توسيع الذاكرة بكارت ميموري خارجية حتى 1 تيرابايت. في الخلف كاميرا جد عادية بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة 2.0 مرفقة بعدسة QVGA للعزل عن الخلفية والحصول على صور بورتري بجودة مقبولة. يمكن الكاميرا تسجيل فيديو بجودة Full HD وتردد 30 إطارا في الثانية. وبالأمام كاميرا متوسطة بدقة 5 ميجا بكسل لا تتوقع منها التقاط صور منافسة لهواتف ب200 دولار أو أعلى، لكن تبقى مناسبة لإجراء مكالمات الفيديو والتقاط صور عادية. ريدمي A2 مزود ببطارية 5000 ملي أمبير بقدرة شحن عادية 10 واط، وستوفر باللون الأسود، الأخضر الفاتح والأزرق السماوي دون معلومات دقيقة عن السعر، لكن لا يتوقع أن يفوق سعره 100 دولار. ما رأيكم في شاومي ريدمي A2 الجديد؟ هل يمكن استخدامه كهاتف رئيسي؟ شاركنا رأيك أسفل في مكان التعليقات. موعدنا في الحلقة القادمة في مراجعة سريعة على الرقم تي في، وإلى اللقاء.